انت زفت. ولا قوم يلا قوم يلا. ايه دولا صحتني يا عم، صحتني من حلم جميل يا دولا، ده انا كنت خلاص قربت منها. قربت من مين يا صينيه بطاطس باللحمه دولا؟ سيب لي بقى اكملها قبل ما تبقى. قوم يلا ولا قوم، احنا جايين ننام هنا ولا ايه؟ مش ده مكان اكل عيش؟ خش اتكل على الله، روح هات لي تمثال نفرتيتي من جوه. هو مفيش غير رمزي هنا بقى؟ لا بقى نو 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 نو، مش عايز صوت عالي، يلا اتكل على الله. ولا وبالراحه على التمثال عشان ما يتكسرش. لو سمحت كنت عايز اسالك على انت. لا 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 يا انسه، يا استاذه، يا مدام، خد هدول يا روبي. انت بتوزعنا عشان كده؟ عشان كده ايه يا غبي؟ شوف لنا حل في المصيبه اللي حاصله دي. مصيبه؟ ماتت؟ ماتت ايه؟ هو انت يعني عايز مصيبه وخساير وخلاص؟ روح اتصرف اتصرف اتصرف. ماشي، ثانيه واحده يا دول، ثانيه واحده. ايه يا استاذه؟ يا استاذه يعني انت جايه يغمى عليك ايه يا استاذه؟ وسع دول، وسع دول. هتعمل ايه يا دولا؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ ما تقلقش يا دولا، الجردل لسه مسحه قبلها بشهرين. الجردل اللي انت بتشرب منه هتفوق بيه الست دي؟ معقوله؟ دي ست رقيقه يا ابني، عايزه برفان كولونيا بس كده. ابو الرماميز معاه كل الحلول. اوعى يا دولا. ايه ده؟ اهو يا دولا. ايه ده يالا؟ ده برفان الليل واخره يا دولا. ده برفان اخر ليله، ليل واخره ايه يا ابني؟ لا 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 لا، اشيل الافران ده من هنا يالا، وبسرعه بسرعه. يلا اتصرف اتصرف، روح على الدكتور، روح على الدكتور. ماشي. هوا يا دولا، هوا. بقول لك يا دولا، دكتور من اللي هو بيكشف على العيانين ده؟ لا، بيصلح عربيات، ده وقت غباوه. يلا بسرعه، يلا خلي بالك من جردل. يلا يا جردل. يا انسه، يا استاذه، يا استاذه. طب ايه، اجيب ميه بسكر ولا اعمل ايه؟ يا هعمل انت بنت حصل لها ايه؟ والله ما اعرف حضرتك، ده هي دخلت كده ومره واحده راح اغمى عليها. ده انت شبهه بالظبط. شبه مين؟ احمد عز، ناس كتير قالوا لي يعني. افتح بقك كده. وحضرتك دكتور سنان؟ افتح بقك. حاضر اهو. ابتسم. كشر اهو. لف. هو في ايه حضرتك؟ سبحان الله، انت اسمك ايه؟ اسم عادل. متاكد ان اسمك عادل؟ ايوه حضرتك، هما بيقبضوا على اسمهم عادل ولا ايه؟ اصل انت مش فاهم، انا بقى هفهمك. انا جاي اعمل معاك صفقه كويسه. تحت امرك، انا عندي في البازار تماثيل كويسه جدا. يا سيدي، مين اللي قالك بس ان انا عايز تماثيل؟ امال حضرتك عايز ايه؟ اثار يعني متهربه وكده؟ لا 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 حضرتك، ماليش انا في الاثار خالص. انا هدفع لك مبلغ كبير. حضرتك عايز الاثار دي من انه مقبره بالظبط؟ يا سيدي، انا لا عايز اثار ولا عايز مقبره، انا بنتي في المستشفى. لا 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 حضرتك، لا عايزنا ندفع يعني ثمن المصاريف بتاعت المستشفى؟ لا حضرتك، هي اللي اغمى عليها لوحديها، وحضرتك شفتها بنفسك يعني. يا سيدي اسمعني للاخر، انا بنتي لما اغمى عليها، اغمى عليها لما شافتك. اصل في شبه كبير قوي بينك وبين المرحوم خطيبها هاني. هاني لما مات حصل لها صدمه عصبيه، وأنا اتصلت بالدكتور بتاعها وبلغته، وقال لي المفروض نستغل الشبه اللي بينك وبينه. يعني أنت ممكن تعمل خطيبها وتكرهها في نفسك لحد مشكلتها ما تتحل. أيه بس حضرتك، دي يعني بيندرج تحت اسم الكذب، وأنا ما بحبش أكذب أبدا. يا سيدي، مين اللي قالك إن ده كذب؟ دي كذبة بيضة. كذبة بيضة، كذبة زرقاء، أنا ماليش دعوة. طب اتفضل. لا حضرتك، لا 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 لا، اتفضل. ده برضه يعني بيعتبر كذب حضرتك، انت عارف يعني. لا كذب كذب. اتفضل. بص حضرتك، انا ممكن اوافق بس مش عشان الفلوس ولا حاجه يعني، لكن عشان انا اساسا راجل شاعر وحساس وعندي مشاعر، فمقدر كويس قوي يعني ايه واحده تتصدم. عارف حضرتك، انا اتصدمت بتاع 15 مره قبل كده، فاكتر من واحده اتصدمت فيها، بس كان لاسباب خارجه عن ارادتي. عشان كده اما بقول لحضرتك ان انا موافق فانا موافق يعني. حضرتك تحب نبتدي شغل من امتى؟ دول 15000 جنيه، ممكن نبتدي من امتى؟ نبتدي زي ما حضرتك تحب. امتى بالظبط؟ لا يمكن، لا 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 لا، لا يمكن استحمل ان انا اشوفك بتبص لواحده تانية وبارادتي الحره. بص، انت عايزه بس عوامل مساعده يعني عشان تقتنع بالحكايه دي. بص يا ست، جبت لك ازازه البرفان اللي انت بتحبيها. لا. طيب
طيب جبت لك علبة المكياج اللي كان نفسك فيها من زمان، وأنا كنت بقول لك معيش فلوس وبتاع. أهي. دي مش فرنساوي يا عادل، إيه ده؟ بلاش دي. إيه رأيك في ده؟ 5000. بص يا عادل، هو طبعا طبعا يعني انسانيا هو لو هدف نبيل اوكي زي ما انت عايز يعني عادي. يا حبيبي كل السنين دي كنت مسافر؟ كنت مسافر، وبلاد تشيلني بقى وبلاد تحطني بقى. وفين الاكل امال؟ الذبايح الذبايح. دول شغالين ان هو بيخدموني يعني، لان انا صراحه جربت الرجاله، بس الرجاله بقى ما كانوش مظبوطين يعني، كانوا بياكلوا المخدرات ويحطوا لي بدلها بودره اطفال وسبيداج. في حاجه ولا ايه؟ ايه بيت الرعب اللي انت ساكن فيه ده؟ لو مش عاجبك يلا روحي، قومي روحي. لا يا حبيبي، انا طول ما انا معاك مش هخاف من حاجه ابدا. طيب. يلا بقى انا اكل بقى. ايه ده؟ بايدك يا حبيبي؟ بايدي. ايه في ايه؟ كلي. حاضر هاكل. قول يلا. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بعمل ايه؟ بحط السلطة على المهلبية. انا كده احط السلطة على المهلبية وبعدين كمان باكل البطيخ جوه البتنجان. بنعمل محشي بتنجان بالبطيخ، في حاجة ولا ايه؟ ده يبقى كوكتيل يجن. اعملي. هي بتقول لك ايه؟ ما فيش حاجة، كلي كلي. طب ما تاكل انت. مش عايز اكل. ليه يا حبيبي ليه؟ انا راجل رزل، ايه عايز ايه؟ خلاص اللي تشوفه براحتك. لو سمحتوا شيلوا الاكل. ها شيلوا الاكل. ايوه انا هقوم بقى هعمل ايه. الخطه الف باظت والخطه به باظت. باظت باظت، انا هطق هموت. هاتوا الاكل اللي بيتاكل بعد الاكل. فين الترمس؟ هات الترمس. ايه ايه ايه؟ انا بحب اسبل، انا بحب اسبل حوايا. في حاجه ولا ايه؟ مفيش حاجه، وانا قلت حاجه. ها؟ انا بس عايز اسالك فين هاني حبيبي بتاع زمان؟ فين مامتك وباباك؟ مامتك. وفين فيلة المنصورية؟ ليه مش ساكن هناك؟ فيلة المنصورية؟ ولا كان عندي فيلا في المنصورية؟ انت نسيت يا هاني؟ أنا هفكرك. أنت بتخش كده بتلاقي الفيلا في وشك، وبعدين بتلاقي نافورة المية نافورة، واليمين الباركينج، والشمال الجنينة والبيسين، ورا ملعب التنس. أنت نسيت؟ بعتهم. أنا بعت كل حاجة عشان خسرت الفيلا دي، خسرتها في القمار عشان راجل قمارتي، عشان أنا راجل. وبعدين عارفة أبويا وأمي اتبريت منهم وحجرت عليهم. عايز حاجة ولا إيه؟ يا لهوي. لهوي إيه يا ماما؟ أنت نسيتي ولا يعني انت قصدك ان احنا هنبتدي من الصفر؟ لا ده احنا هنبتدي من تحت الصفر بقى، عارفه؟ هنبتدي من على البلاط. هبتدي بقى من على البلاط كده وانا عايش على البلاط، والفتره اللي جايه دي هتبقى ايه؟ ايام سودا، مش علينا احنا بس، على كل اللي هيعرفوني. بجد؟ من البلاط؟ من البلاط. واو الله حبيبي، انا هفضل جنبك طول عمري ومش هتخلى عنك، انا بموت في البلاط. انهار اسود انهار اسود، ايه اللي بتحب البلاط دي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بص يا بيبي، اقصر الطرق للوصول الى الهدف المواجهه والضرب تحت الحذاء. حذاء ايه بس وشراب ايه؟ انت مش فاهمه، مش فاهمه يا رانيا. إذن لابد من وقفة حاسمة، بعد التفكير، بعد التروي، شوية اندفاع، شوية سادية، وتقول لها كده في وشها يا ست أنا متجوز وعندي بنت. أيوة بس على فكرة يعني ده كده ممكن تزعل جدا. يا سلام، والله أمال إحنا كنا بنعمل التمثيلات دي كلها ليه؟
ما ده احنا تكون صدقت نفسك يا عادل يا سعيد. لا 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 ما صدقتش نفسي ولا حاجة، بس يعني أعتقد إن دي مش هتبقى نهاية سعيدة. أحسن ما خليها لك فيلم رعب يا عادل. خلاص نخليها دراما وأطلع أقول له. ياسمين تعالي يا حبيبتي اقفي جنب بابي. بابي هات بوسة. نرمين في حاجة مهمة جدا عايز أقولها لك يعني. قولي يا حبيبي. بصراحة يعني أنا متجوز والست دي مراتي والبنت دي بنتي والست دي أمي. وده بابا وده جوزي وده ابني. هاني تجوزت واحدة غيري يا هاني. صراحة يعني اتجوزت غيرك لأن أنا أساسا راجل فلاتي. يعني إيه فلاتي يا بابا؟ أنا عارف. حبيبي دي حريتك، بعدين الشرع ادالك الحق انك تتجوز 4، واذا كان على بنتك فانا هعملها زي بنتي بالظبط. بحبك اعمل ايه؟ ربي بص صبري بدا يستنفذ كل اغراضه. خدي دي بقى، خدي دي. بصي عارفه الناس دي انا هاجرها خالص وما بصرفش عليهم خالص. برافو عليك، انت كده بتعلمهم ازاي يعتمدوا على نفسهم. انا كل حاجه اللي عايزاها في راجل لقيتها فيك. انا بحبك قوي قوي. بص انا هصرف على البيت. طب بقول لك ايه، ما دام هتصرف على البيت ما اتجوزها وتصرف عليه. فكيلات كأمك. بلاش 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 يا امي، خلاص بلاش بلاش. يا جدع يا جدع يا جدع. طيب ايه ده ايه ده؟ دي خمرة يا بنت خمرة. انا سكري وبتاع كوباية. بتبيع كوبايات؟ الله، حتى احسن من شغل البازار العجيب بتاعك ده. انا اسوع كوبايات بقول لك خمرة، دي خمرة. بقول لك ايه، انت حطيتي فيها ايه البتاعة دي؟ انا خروب وحطه لك بايديا دول يا حبيبي. امال ليه حاسس انها ابتديت اسكر يا بنت؟ انا دي خمرة يا بنت، انا سكري ودي خمرة. عايز حاجة؟ تشرب خمرة يا هاني. ايه ابتديت تكرهيني يا حبيبي؟ لازم الست تقف جنب حبيبها في كل المواقف، ويعني في الصح بقى في الغلط ما يفرقش. بص انا هقف جنبك واخدمك بعناية، مش هسيبك ابدا ابدا. تحب اجيب لك تايك؟ اوكي. لا انت مش فاهماني، انا صايع يعني، انا بقى بتاع رقصات وبتاع موالد وبمشي قاعد اشرق جيوب الناس واخد محافظهم واخد فلوسهم. لا موالد، يعني عندك نزاعات فنيه. انا كمان بحب الفولكلور. فولكلور ايه اللي انت عارفاه فولكلور؟ اللي انا بعمله بقى مش فولكلور ده. انا يعني خش يا مولد. نرمين. هاي يا حبيبي ازيك؟ ازيك نرمين. انا عايز اعترف لك بحاجه. اعترف لي. انا عيل طول عمري بحب البراءه. لا يعني انا عيل بحب البس اللبس بتاع العيال كده، هو يعني من الاخر انا متصابي. حبيبي انا عارفه ان تحت اللبس ده في راجل جد جدا جدا جدا. ايوه يعني بس عارفه انا بحب اقعد على الناصيه واقعد اعاكس البنات بتوع ثانوي كده هم معديين. ده عشان انت احساسك بالجمال حلو فانت بريء. طيب عارفه انا بلعب جيمز. ايه المشكله، بتحب المنافسه الشريفه. يا نهار اسود. طب بصي من الاخر انا بقعد العب في مراخيل. انت الفراغ اللي عندك انا بقى هعمله لك. طيب انا بحط جل في شعري. بس ده شعرك قصير قوي. هطول شعري جدا واحط فيه جل، ولعلمك بقى انا مثل الاعلى سعد الصغير. عشان انت قلبك كبير. طيب انا ماشي انا ماشي انا ماشي. رايح فين بس يا هاني؟ رايح عندي تدريب رقص، ما انا ما اقدرش اعيش من غير رقص لان الرقص عارفه هقول لي انا. ها ها يا دولا
بقى اسمعني بقى يا عم بقى. عايز ايه؟ اخلص اخلص. بص بقى في الفكرة دي انا دولة، احنا من الاخر كده هون يعني نجيب اتنين رجالة يضربوك. انت عايزنا اتضرب وساكب من الصبح عشان تقول لي اتضرب؟ انت مستهبل يالا يا دولة. لا ده كده وكده يا عم، وانا اعملها معاك يعني؟ يضربوني ازاي يعني؟ طيب ممكن تبقى فكره والله، هتلاقيهم فين العيال دي؟ ما تقلقش يا دوله، ده انا بالرماميز بص انا تكتكت وعملت كل حاجه وبعت اوصي على اتنين ايه رجاله ياكلوا الزلط. حلو، يبقى بعد ما يخلصوا اكل زلط هاتهم لي على هنا على طول. ماشي ماشي يا دوله. بقول لك ايه بقى يا معلم، ايدك بقى على 100 جنيه علشان اوصي عليهم، ده رجاله يعني. هياخدوا 100 جنيه؟ اه ماشي، بس على شرط. اؤمر يا دوله. انا اللي اضربهم الاول. ماشي يا دوله، بس كده دول رجالتنا يعني. طيب اجري انا بقى الحق ابلغهم في البيت عشان يستعدوا، اقول لهم على الخطه الجديده دي. اول مره تفكر صح يالا. اوعى اوعى. مع السلامه دوله. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلوا رجاله. احنا استنينا لما الاستاذ عادل خرج وقلنا نجي لك بقى احنا على طول. مية مية. وانت هتقفشنا كام بقى في المصلحه دي ان شاء الله؟ ان شاء الله كل واحد 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه اسمة العدل. انا واخد 100 جنيه. اه اذا كان كده بقى ماشي. خلاص اتفقنا؟ ربنا معاك. ربنا معاك. هي شكلها جدا. اهلا اهلا، وحشتني. وانتي وحشتيني قوي صراحه يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كنت عايز اقول لك على حاجه يعني. انت كنت بتقولي ان انا عاجبك على اساس ان انا راجل وليا عضلات وكده، مش كده؟ اه عضلات. هي خست شويه بس لسه قويه. يعني حاسه ان انا قوي جدا واقدر اغلب اي حد او كده؟ طبعا يا حبيبي، انا عارفاك كويس جدا. اه عارفاني كويس جدا. ايه ده الجرس بيضرب؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين اللي جاي لنا؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ الله يبارك عليك يا ده رمزي، جايب رجاله تاكل الزلط بالعربيه بتاعتها. هو انت اللي بتوصلوا الضريبه للمنازل؟ الشغل مستنيكوا جوه يا رجاله. ايه بيت المجانين ده؟ هشوف عايزين ايه دول. ايوه ايوه، خير تحت امركم. عربيه حضرتك زنقت على عربيتنا وعايزين نخرجها. طيب ما تخرجوهاش، وانا مالي عنكم ما خرجتوها. ها عايزين حاجه تاني يا عم؟ احنا ورانا تدريب حديد وتاخرنا. انتوا لسه بتتدربوا؟ ايه هتفضلوا تتدربوا لامتى في السن ده؟ وبتتدربوا امال هتلعبوا امتى؟ تلعبوا امتى؟ كده ما انتوش تلعبوا كمان بتضرب. اتفقنا نضرب الاول. لسه شفت ده؟ مضروب بجد يا عادل. عادل عادل حبيبي، البوليس مشغول مش بيرد عليا. شيلي يا ماما، شيلي معايا. شيلوني دخلوني يا ماما. شيلي شيلوني يا بنتي. شفتيني وانا بتضرب؟ شفتك. شفتك. كرهتيني؟ بالعكس، ده انا حبيتك جدا. شفت قد ايه انت شجاع، دخلت بينهم مع ان قدرتك مرتين. الرجاله دول ضخمين جدا.
حبيبي مصاريف العلاج كلها عليا. هاتيهم بقى، هاتوهم يكملوا عليا، هاتوهم يكملوا عليا ويموتوني ونخلص بقى. يا حبيبي ده انت عندك جروح فظيعة. بالراحة على نفسك لا يطق لك عين. ظهري ظهري ظهري، عيني عيني، رجلي 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 اتكسرت ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه رجلي؟ لا لا الا على رجلك. دي تعوير، عوروني عوروني. لا لا ده شعر في رجليك. طب عادي يعني؟ لا مش عايز، انا بعرف جدا جدا من الشعر. بتكرهي الشعر بتاع رجلين؟ آه. لعلمك بقى انا عندي شعر كمان في ايديا. وعندي شعر في صدري. واقول لك كمان عندي شعر دقني ده بيطول جامد جدا، بس انا بحلقه كل يوم الصبح. مش قادره اصدق. لا 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 مش قادره. وعندي شعر ده بقى بيبقى يعني انت خلاص كرهتيني كده ولا ايه؟ انا كرهتك وكرهت حياتي كلها. كده اقدر اموت وانا مستريح. السلام عليكم. خدني من هنا، انا مش عايزه اقعد في البيت ده ولا ثانيه واحده. يلا الحمد لله. دولا السلام عليكم. دولا انا الاثنين اللي انا كنت متفق معاهم علشان يجوا يضربوك ساووا في النداله بقى وطلبوا 5 جنيه زياده، فانا بقى فركشت الموضوع. لا 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 لا. انت مين؟ انا والله العظيم ما كلمتها حضرتك. انا الاستاذ رمزي الجمال مروي التماثيل. انت نسخه من خطيبها الاولاني. انا مسخه؟ انت نسخه، وانا اتفاقي هيكون معاك انت شخصيا. Thank you.